الظهر وصل تليفون للحاج من قائد الوحدة بتاع معاذ، وقال له ان معاذ اتوفى. طبعا كلنا ما كناش مصدقين الخبر وجرينا، قال له عشان تيجي تستلمه لازم تجيب عربية اسعاف معاك وتيجي تستلم الجثة بتاعته. فالحاج اشترط عليهم، قال لهم لو سمحتوا محدش يغسله، انا اللي هروح اغسل ابني وكده. طبعا في حالة الارضاء اللي هم عاوزين يرضوه لنا، ففعلا خدنا عربية الاسعاف ورحنا، لقينا محدش يغسل الجثمان والجثمان في المشرحة. طلعه لنا، ابتدينا ان احنا نسأل يا جماعة طب ايه اللي حصل. قالوا لنا ده جه وهم خارجين معاذ ماسك مكتب الافراد في الكتيبة بتاعته، فقال لنا هو كان خارجين مأمورية يجيبوا تعيين، فهو راح معاهم برضو المأمورية ان هو يصور شوية اوراق والكلام دوت. فراح معاهم، طلعوا من الكتيبة في عربية وقفت اعترضت طريق العربية اللي هم راكبين فيها وقتلت السواق، وبعد كده ضربت النار على الكل والعربية جريت. فهي ديت الرواية الرسمية اللي هي اتقالت لنا يعني، بس انا يعني عندي شكوك كده ان الرواية الرسمية اللي اتقالت لنا ديت رواية مش صحيحة. طب ايه اللي انت شفته خلاك تحس بالشكوك دي؟ اللي انا شفته ان انا كنت بغسل جثمان اخويا انا والحاج، فلما كنت بغسل جثمان اخويا لقيت جروح قطعية مستعمل فيها اسلحة بيضة، وجروح ونغازات باسلحه بيضاء وكسور، يعني معنى كده ان اخويا اتعذب قبل ما يموت، اخويا اتضرب بسلاح ابيض، اخويا اتكسرت رجليه، اخويا اتكسرت ايده، وشفت جروح ما شفتش غير طلقه واحده بس هي اللي جايه له، في طلقه في مكان مش مميت، طلقه جايه له في جنبه، يعني اخرها مثلا توديه المستشفى وبعد كده يقعد لحد ما يتعالج ويطلع، لكن انا شايف الطلقه مش في مكان مميت. لكن انا اللي شفته دوت بيدحض الرواية اللي هم قالوها لنا أول ما رحنا نستلم الجثمان. طب إيه الحوار اللي تم بينك وبينهم وبين الجيش؟ والله يعني حوار يا ريته ما تم، يعني أنا أول ما رحت هناك فلقيت الناس بيعاملونا بحفاوة بقى وكده اهوت، وتعالوا ادخلوا الإرهابيين هم اللي قتلوا أخوكم ومش عارف إيه. فببص بقول له يعني أنت قصدك مين الإرهابيين؟ الإخوان ومش عارف إيه. قلت له كنا إحنا كلنا إخوان، معاذ اخوان، انا اخوان، ابويا اخوان، احنا ابويا اخوان من سنه 70، يعني احنا هنقتل في بعضنا؟ احنا رجعنا للكلام اللهبه اللي بيتقال تاني، الاخوان بيقتلوا في بعضهم ومش عارف ايه، يعني على الاقل لو حد اللي قتل الموضوع دوت هيبقى حد غير الاخوان يعني، لان اي تهمه كده نرميها جزافا ما اعتقدش ان الموضوع دوت هيبقى صح. ووصلنا بقى، طب احنا عاوزين نعرف ايه التحقيقات اللي بتتم، ايه اللي عملتوه، ايه القضيه ماشيه ازاي، طب وصلتوا لمين او ايه اللي حصل؟ قال تحقيقات، احنا ما عندناش تحقيقات، ناس ضربوه وجريوا في الجبل خلاص، هي دي كل التحقيقات اللي هم عملوها. فطبعا كان الموضوع يعني مثير للدهشه، يعني انت راجل في الجيش وانت المفروض في فتره طوارئ وانت على حظر التجول، يعني انت في طوارئ مخرج ناس ماموريه اكيد هتخرجهم بتسليح، يعني ده منطقي، قتلت ناس هنا وقتلت ناس هنا وقتلت ناس هنا وكل الناس عاوز تنتقم منك، مطلع لي افراد وحاجات من غير تامين ازاي؟ يعني مفيش غير الضابط بس هو اللي معاه طبنجه تسليح شخصي، يعني ما ينفعش في حاجة غلط. ايه الشكوك اللي انت يعني انت حاسس ان القضية وراها ايه؟ شاكك في ايه؟ والله انا حاسس ان القضية ديت وراها لعب من الجيش، يعني انا شاكك ان الجيش في حاجات عاوز يداريها، لان طبعا احنا شفنا التسريبات بتاعة السيسي كلها، وشفنا التسريبات بتاعة ان هو عاوز يتخلص من بعض القادة جوه الجيش، وشفنا التسريبات ان ممكن جدا ان هو يضحي بأي حد من الجيش قصاد تمثيلية معينة، وممكن ان هو يقتل ولادنا او يعمل اي حاجة عشان خاطر يقول ان في حاجة مثلا تانية الارهابيين هم اللي قتلوهم او مش عارف ايه. لكن سبحان الله يعني يشاء القدر ان يحط اخويا، واخويا من الاخوان، ووالدي بيقول لك من سنه 70 في الاخوان، يعني والدي مؤسس يعني حاجه كده، واخويا كان في حزب الحريه والعداله كان هياخدوه مؤسس في الحزب. فيشاء القدر ان يتحط واحد زي دوت عشان ينفي اي روايه ممكن يقولها اي حد نفسه ان هو يكذب، او بيستخدم الموضوع دوت للمتاجره في حاجه تانيه، او عشان يعمل حاجه تانيه يقتل بيها ناس تانيه ويقتل بيها اولادنا تاني، ويستغل الموقف دوت في اسوأ استغلال. فربنا حط اخويا، يعني احنا نحتسبه عند الله شهيد، واحنا كلنا فرحانين بموته، ده انا مش زعلان يعني، ده عند الله شهيد، ده هو فاز وكسبني معاه، يعني انا لما اجي يوم القيامه ده هو هيشفع لي حاجه، يعني حاجه جميله كده، هو هيستحق بصراحه ربنا. يعني انتوا ما تعرفوش مين معاذ، يعني اتكلمنا عن معاذ، عنده كام سنه، دخل الجيش امتى، ايه اخر حوار دار بينه وبينك؟ هو معاذ عنده 23 سنه، حافظ القران كامل، خريج كليه اصول دين جامعه الازهر، دخل الجيش كان فاضل له 4 شهور ويخلص الجيش، راح اخر حوار كان دار ما بيني وما بينه، كان لسه احنا الاثنين انا خاطب وهو قاريين فتحته،
فانا المفروض ان انا اعمل الدخله بتاعتي على اليومين دول، تاني يوم العيد او تالت يوم العيد. فهو قال لي احمد ما تاجل، لو انت هتاجل الدخله بتاعتك عشان هنزل من الجيش يوم الخميس، اليوم الخميس اللي جاي دوت، عشان هلبس دبل وكده دوت، فانا عاوز احضر انزل البس الدبل ويبقى عندي فرصه اخد اجازه تاني فانزل لك احضر الفرح بتاعك. فده كان اخر نقاش يعني دار ما بيننا في الوقت دوت. قلت له ماشي يا ميزو، انا هاجل بعد الجيش ب 10 ايام، بعد العيد ب 10 ايام، على اساس ان انت يبقى عندك فرصه ان انت ايه تيجي ونتقابل ونقعد وتحضر فرحي وكده. وكان اخر حاجه كان منزلها كانت على الفيس هي كلمه الياس خيانه. فدي حاجه يعني احنا مؤيدين كلنا للشرعيه، احنا في عيله كلها مؤيده للشرعيه وكلنا ماشيين بما يرضي الله. حتى انا كان اخر مره كنت بكلم الحاج، بقول له يا حاج ما تبعتوش الجيش، الدنيا بقت قلق خلاص، يعني عمالين يقتلوا فينا ومش ضامنين، اخويا خليه هنا. هو ملتزم جدا معاذ، يعني قمه في الالتزام، حتى لو في اي حاجه ما رضيش رفض، قال لا انا اروح الجيش واخلص مدتي عشان اعرف بعد كده اعيش حياتي بشكل طبيعي واعيش دنيتي بشكل طبيعي. ده كان اخر حوار دار ما بيني. بس صدقوني معاذ ده حاجه يعني اشبه بالملائكه بجد، يعني مفيش كلام يقدر يتوصف بيه بني ادم. اخواته الصغيرين بيقولوا احنا عمرنا ما زعقنا معاه عشان حاجه او شد معانا عشان حاجه، يعني ده اخويا وده اللي انا عارفه عنه. يعني معاذ بجد يعني كان ربنا عالم ان هو مش هيقدر يكمل في الدنيا ديت بطيبته بجدعنته برجولته باخلاقه بحلمه بصبره، ما ينفعش ان هو يعيش في الدنيا ديت. فاكيد ربنا بيختار الاحسن، يعني اكيد ربنا بيختار الاحسن. انتوا ناويين تمشوا في مسار القضيه ازاي؟ والله يعني زي ما احنا في مسارين هنمشي ان شاء الله فيهم. اول حاجه المسار القانوني اللي احنا هنشوف ايه التحقيقات اللي احنا كنا بسال الضابط، يمكن كنت بقول لك قبل التصوير بسال الضابط بقول له ايه اللي انتوا عملتوه في القضيه، قال ايه يعني اللي هنعمله، ناس جم ضربوا على ناس وطلع يجروا، فخلاص هو ده اللي احنا كل عملناه في القضيه. يعني الله عليكم، يعني بصراحه جهاز امني متمكن عمال يقتل في شعبه، واللي بيتقتل منه ما فيش اي مشكله خالص عادي، اللي تقتل من هنا او من هنا الشعب المصري بقى ثمنه رخيص فعلا. يعني فان شاء الله هنمشي في المسار القانوني، هنشوف ايه اللي تم في الاوراق. احنا معانا جبنا صور ونسخ من الاوراق كامله، وجبنا صوره التقرير بتاع الطب الشرعي لسه ما راجعتوش، بس هراجعه واشوف ايه اللي حصل، اشوف اللي انا شفته في الغسل بتاع اخويا دوت مكتوب في الطب الشرعي ولا لا، تقرير الطب الشرعي ولا لا، وهبتدي ارفع قضيه على اللي تسبب في الوضع دوت. زائد ان هتجه للمجال الاعلامي، يعني خاصه انا خريج كليه اعلام، فده بالنسبه لي مجال يعتبر سهل بالنسبه لي، عارف ناس ليا علاقاتي فيه. ف يعني ما اعتقدش ان حد يفتكر ان موت معاذ او دم معاذ هيعدي سهل، مش هيعدي سهل، لان فداه دم اخواته ودم ولاد خالته ودم ولاد عمته ودم اصحابه في الشارع. محدش شاف جنازته امبارح يا جماعه، اللي شاف جنازته امبارح يعرف يعني ايه معاذ، يعني ايه انسان طيب يهدر دمه، يعني ايه انسان كل اللي في منطقته يشهدوا ان البني ادم ده طيب اهدر دمه من غير ما يعمل اي حاجه. ما قلناش مثلا في مظاهره في مؤيدين وفي معارضين، لا ده راجل بيأدي خدمته في الجيش وهيخرج، عاوز يخلص عشان يخرج يتجوز، فاضل له 4 شهور. ايه اللي عمله معاذ للناس ديت عشان يقتلوه؟ مش عارف، الله اعلم. لكن انا يعني بحمل مسؤوليه دم معاذ للجيش، الجيش بكل قياداته. ولا تقول لي بقى احنا الجيش والشعب ايد واحده والجيش ده السيسي حاجه والجيش حاجه، لا، اللي بيتقتل مننا بيتقتل بايد الجيش ما بيتقتلش بايد السيسي. انا ما شفتش السيسي ماسك رشاش وبيقتل في الشعب، انا شايف الجيش هو اللي ماسك رشاش وبيقتل في الشعب. لكن لا، الجيش بتاعنا لازم تطهير كامل زيه زي الداخليه، ما يفرقش عنهم اي حاجه، الجيش لازم تطهير زي الداخليه، لازم تطهير زي القضاء، الثلاث مؤسسات دولت لازم نطهرهم، ومش هنهدى غير لما نطهرهم، ان شاء الله حتى ندفع ارواحنا كلنا. وانا نفسي 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 ان انا احصل معاذ، لان هو وحشني، اخويا وحشني.